فما وسائل تواصل اجتماعي خطر على الأسرة. احنا اليوم ما ننكروش اللي فما الظواهر كما العنف والتنمر والتحرش الجنسي أو اللفظي، لكن الظواهر هذه اجتماعية. الخطر اللي هنا بصراحة نحب نتفقوا فيه الناس الكل وما ننكروهش باش ننجموا مع بعضنا نتعدوا للحلول. ما تعتقدش اليوم اللي وسائل التواصل الاجتماعي عمقت الفجوة والهوى بين أفراد العائلة؟ الفجوة هو اللي تحكي عليه أنت من قبل موجودة، وهي حاجة معناها عادية جدا. الفرق في الأعمار هو اللي يخلق الفجوة هذه وموجودة من قبل. عدد من التطبيقات مشغولة للصغيرات، مسنجر كيز، يوتيوب كيز، ما تشوفش لهنا أنه غياب الرقابة وغياب رقابة الولي لصغيراتهم هو سبب؟ الأولي خاصة في تونس يعني يداهمهم حتى خطر الأمن معناتها الغذائي، ما همش باش يبقاو مسبح لليل هما معناتها يتابعوا ويراقبوا في أولادهم.